ورجعنا لكم من جديد على كوين فري كالعادة. طبعا زي ما انت متعود من عندنا الجديد والحصري، انا جايب لك النهاردة اير دروب فوري على محفظتك. بمجرد ما هتخلص النهاردة 6 دقائق بالظبط هيكون معاك 6 دولار مجاني، تقدر تسحبهم، تقدر تبيعهم، تقدر تبعتهم لهدية لو انت مش محتاجهم. وما تنساش تعمل لايك، والجديد والحصري دايما على كوين فري. مبدئيا لو انت مش مشترك معانا، يلا كده ادعوك تنضم معانا على كوين فري، لانك مش هتلاقي قناة بتقدم لك محتويات زي كده. انا عن نفسي لو لقيت قناة زي كده هشترك فيها. نخش في الموضوع على طول. لازم يكون يا صاحبي عندك محفظة الكوين. بيسألنا اكتر من مرة، المحفظة بتنزل كل شهر توكن، كل شهر بتنزل عملة جديدة. احنا النهاردة طبعا هنسحب سادس شهر مع بعض، يعني النهاردة مش عارف اسحب تقريبا فوق المية دولار كلهم متوسكين. النهاردة هنسحب مع بعض 6 دولار زي ما انت سمعت كده صاحبي، 6 دولار. كل الموضوع انك انت في عملة جديدة هتتفرج عليها وهتجاوب على شوية اسئلة. طبعا هسيبها لك الاسئلة، وانت عارف كل حاجة على كوين فري بتكون مصدقة. المحفظة اللي تسجل فيها وازاي تكتفها وكل ده هسيب لك رابط فيديو يشرح لك كل حاجة بالتفاصيل. مبدئيا قبل ما نبدأ نشتغل، الناس اللي هي من العراق او من فلسطين مش هتقدر تستفاد النهاردة بالبونص. فانا اسف لكم جدا، المحفظة ما بتدعمش بلادكم، او معنى الاصح بلادكم هي اللي مش بتدعم المحفظه. طيب مبدئيا كده قبل ما ندخل على الشغل كله، انت زي شايف دلوقتي انا فضيت لك المحفظه فيها دلوقتي 55 هما مش سنت، احنا دلوقتي بنتعامل باليورو، فنقدر نقول نص دولار، او خلينا نقول 25 سنت. كل المطلوب منك ان انت هتدخل على المحفظه بتاعتك، المحفظه كوين بيز زي ما انت شايف بالشكل ده، وبتيجي هنا على الهومي وبتنزل تحت بالشكل ده. يا صاحبي احنا قلنا المحفظه كل شهر بتنزل توكن، فانت الكلام ده بتعمله اكتر من مره في الشهر مثلا، مش لازم انك تستنى فيديو من على القنوات العربيه، ولكن انت طبعا عشان زبون برو على كوين فري احنا بنهتم لك دايما بالربح. فما تنساش تعمل لايك بقى واحنا بنتفرج على الفيديو. هتيجي طبعا على حاجه اسمها انبسار غنار. طبعا زي ما انت شايف هنا بيكون البونص مفتوح، طول ما هو مفتوح كده انت تقدر انك انت تستقبله. احنا اكدنا يا جماعه احنا سحبنا من الموقع كتير جدا، تقريبا سحبنا فيه اكتر من 100، فكل حاجه متوثقه تحت. النهارده هسيب لك او هسيب لك الثغرات اللي هي ازاي تفعل الايميل بتاعك لو انت فعلا الايميل بتاعك اتفعل وانت متاكد ان هو متفعل ومش بياخد منك البونص. فما تنساش تعمل لايك وتستناني لحد اخر الفيديو. مبدئيا هتخش كده زي ما انت شايف على اخر حاجه اللي هي الهوم بتاعتك، هتلاقي حاجه اسمها انبسار اللي هي بالازرق انبسار غنار، او بالعربي عندك هتلاقيها ابدا اكسب. اول حاجه هتيجي دي مفتوحه هتاخدها، فخليها دلوقتي عشان في واحده هتخلص قريب، هي المفروض خلصت اصلا ولكن احنا هنلحقها. يعني الناس اللي هتسجل معايا لحد مثلا يوم 7/7 7/7 ممكن يستفادوا بالبونص ده، البونص ده هيتقفل، فده تقدر تستفاد بيه طول الشهر لحد شهر 8، فاحنا ده عايزين نستفاد منه قبل ما يخلص. عفوا ما تنساش تعمل لايك عشان الكحه دي يا صاحبي. فبتيجي تعمل كل حاجه بتعمل لايك، فبتيجي هنا على كلمه اي ام بي او عمله اي ام بي. عمله اي ام بي طبعا لسه فاتحه جديد او عمله فاتحه جديد في الموقع، لو فتحت لك بنفس الموضوع ده كده هترجع تاني وتعمل نفس الخطه اللي انا عملتها، عشان بيكون مثلا في خطا تقني من المحفظه او حاجه. بيفتح معاك هنا زي ما انت شايف التوكن، بيقول لك هنا اقرا التوكن بتاعنا او اعرف عننا كتير. فاحنا لو قربت لك الكاميرا كده اكيد انت مش هتعرف تقرا طبعا. واكيد انت مش هتقرا اساسا، فانا اكيد انت تاخد المعلومات من عندي كده تك تك تك، واحنا بنسيبهم لك دايما. فما تنساش تعمل لايك يا صاحبي. هنا بيقول لك اتفرج على العمله او اعرف هي العمله بتعمل ازاي، تقول له ماشي يا عم عايزين نتفرج ازاي. طبعا بيقول لك عرفته خلاص يا صاحبي، انت تقول لي ده انا قديم جدا. ايوه هو ده انا عارفه بصبه. هو نفس الكلام بالظبط كده، يعني هو بيقول لك اقرا وانت بتقول له انا عارف، انت بقى علق عليه. هو بيقول لك انت قريت ولا ما قريتش، اقول له يا عم قريت خلاص بقى. طول هو بيستنيك، يعني انت بيقول لك اقرا، طول ما انت بتدوس كتير او بتدوس بسرعه هو بيقول لك لا انا هعلق عليك، يعني بيخلي لك وقت شويه عشان تتفرج على العمله، ولكن ما فيش مشكله انا بقى هعلق عليك في المره الجايه. زي ما انت شايف حضرتك طبعا بيكون ديت شرطات لحد ما تنتهي، وبعد كده بيدخلك على المرحله الجايه. المفروض ان هم ادخلوا عليهم تك 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 تك، ولكن علق عليا المره دي، اول حد يعلق على كوين فري، ولكن مش مشكله. هعلق عليك دلوقتي. وبالشكل ده بتكون انتهيت من اول خطوه. المفروض ان تظهر لك دلوقتي سيجنت هنا او سيجنت. طبعا انا انصح الجميع ان هم يمشوا الخطوات واحده واحده، ما يعملوش زي انا ما كنت بعمل، لانك لو عملت كده هتعمل هتفضل متعلقه. فلو اتعلقت معاك بالشكل ده مفيش مشكله خالص، هعلي عليك المره دي، هتيجي تعمل كده وترجع تاني تخش لها بالظبط بالشكل ده وتقول له اوكي. فاهدى بقى عليها مره واحده عشان ما تعليش عليك. اوكي هديت اهو تمام.
طيب خلينا من التوكن ده دلوقتي عشان شكله كده هيقفل، فاحنا هنغير عنوان الفيديو نخليه 3 دولار. هناخد التوكن ده دلوقتي ونشوف ده خلص ولا ايه. المفروض هو اصلا كان شغال قبل ما اخد الفيديو، يعني قبل ما اصور الفيديو يا ريتني خدته، كنت بصوره بجد وكان فاتح معايا، ولكن مش مشكله ممكن يكون قفل. اللي بيبقى موجود بالاخضر خلاص هكتب الفيديو بقى 3 دولار مش 6 دولار. اعذروني بقى يا جماعه على ما اعرفش ممكن يتسحب معانا، خلينا كده ما نعتذر شيء. البونص الاولاني هخش عليه بالشكل ده زي ما انت شايف كده، وبتيجي على هو هيظهر معاك بنفس الشكل اللي احنا هيظهر معاه دلوقتي. المفروض انك انت بتيجي هنا تقول له انا عرفت، فهو بيطلع لك البونص بتاعك مبدئيا. لو جيت على الاولى كده هيقول لك صح، فانت اخترت الاولى في السؤال الاول كده معاك 1 دولار. فبتيجي هنا بتقول له عايز اتفرج، لو شفت هنا مثلا الثلاثه فبتيجي على الثالثه بيقول لك صح. انا بنفس الكلام كده الرابعه بقى هخليك انت تختارها مع نفسك، او خليني مثلا انت غلطت او دخلت من نفسك وما عرفتش. بص يا صاحبي، لو انت جاوبت غلط عامه هيقول لك لا، هيقول لك عيد الجواب من تاني. فلو جاوبت الثانيه مثلا وطلعت غلط هيقول لك نفس الكلام، فما تقلقش. حتى لو انت مثلا سجلت من عند اي حد بالشكل ده بيكون عندك ال3 دولار. طيب خلينا كده نرجع تابع نشوفهم في المحفظه وصلوا ولا ما وصلوش، عشان تكون حاجه كل حاجه متوثقه. زي ما انت شايف دلوقتي كل حاجه عندك ظهرت ووضحت. خش كده على البيتيرا بقت 3 دولار وحاجه. نرجع بقى على البونص التاني عشان شكله كده مش عارف متاخر معانا ليه. هو عل عليا المره دي بصراحه البونص ده، ولكن مش مشكله. هتيجي تاني برده نفس الكلام برده، اهو بتيجي تجيبها من نفس المكان بتاعها. فخلاص البونص ده انت اخدته هو طفي زي ما انت شايف اهو، المفروض طفي خلص، فالمفروض التاني برده يكون خلص، ولكن احنا هنحاول مره ما كمان معاه لان هو بجد كان فاتح معايا. تمام اوكي، سجنت سجنت. تعال عليا يا ابن اللذينة، تعال يا ابن ال... يا واطي. فده كان موضوع حياتي النهارده، معرفش هقدر استفاد بالبونص ده ولا لا. فهي ديت انت اكيد عرفتها دلوقتي زي ما انت شفت اهو. البونص الاولاني كان فاتح كان اخضر قدامك، دلوقتي قفل، فهو بالشكل ده لو قفل البونص معاك مش هتقدر تستفاد بيه، لان كل محفظه بيكون ليها بونص واحد فقط. لو وصلت معايا لحد كده ما تنساش تعمل لايك، وكوين فري هي الجديد والحصري، ونشوفك في الجديد.